تحياتي متابعي راديو روزانا بكل مكان. اليوم أنا سراج الشامي حطلع عليكم من مدينة الباب بسؤال جديد لصدى الشارع. لا هون ما له شغلة عنا، هون بالعكس عم بيسوونا مشاكل، لازم نضغط عليهم عشان يطلعوا لبرا. قامت مخيمات أو مجمعات لهم تكون تحت إدارة وحماية قوات محلية، أقصد قوات تكون سورية. من صعب التعامل مع هؤلاء، لأن هؤلاء تربوا على عقلية دينية راديكالية متطرفة، وثانياً عندنا نقص في المؤهل التربوي النفسي والاجتماعي، هؤلاء بحاجة إلى عيادات نفسية تربية اجتماعية، لا يوجد عندنا هكذا. يا من حاكمون يا أما بيخرجوا برا سوريا وخلي العالم تعيش بأمان. ممكن إنه يخلوهم بالحبس، بس المهم إنه ما يطلعوا، يعني إنه خارج الحبس، وإنه ممكن يتسببوا بعمليات إرهابية أخرى كمان. أنسب طريقة إنه تتشكل محكمة عسكرية هي تقوم بمحاكمتهم. إذا بيحبوا هن بيعملوا لهم على حدود، بيعملوا لهم شيء قرية شيء أي ضيعة بيحطوهم فيها، بيحاسبوا القتلة منهم، بيقاتلين العالم منهم، بيحاسبوا اللي بده حساب. على مجلس الأمن إنشاء محكمة خاصة بهم ومحاكمتهم. أعتقد يجب أن تكون هناك محكمة دولية لهؤلاء على أراضي سوريا بإشراف لجان مختصة تكون مسؤولة لكي لا تظلم ويشترك فيها دول عديدة متعددة. والله برأيي أنه نوضعوا بمدينة مثلا أو بلد أو قرية محايدة وتم ضبط الأمن فيها ومحاكمة قادتهم، وهن بالنهاية إرهاب يعني.